محمد رمضان. انا مع محمد رمضان. لا طب ما نخليهم. فين فين محمود؟ مين هم يجيبوا لنا صورهم؟ احسن. دول كتب لهم خلقه عشان اول اثنين خرجوا في الاسبوعين الاولين، بس الثانيين خلاص نحط صورهم احسن. بدريه كان تبكي وقفت قلبي ليه؟ لا اول هننزل. ها اوكي لا كل مره هيجيبوا لنا دي ونكتب يعني احسن صور كده 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 احسن فيها منظر. صح جاي السكيل العجيب ده. ها السكيل العجيب ده. اتخنقت مش قادر. اوكي شباب بليز طلعوا يا عيب. انا رحمه اخذته. رحمه والله اخذته والله العظيم. مين خلق رحمه؟ سرقت كل اللي فوق الدور. زينه اخذت كل حاجه وادتني واحد بس. بجد والله حراميه. بس انا كان عندي بتاعي. بكره اقوم بدري ألمه كله. انا عندي 10 كل يوم احط واحده. 10؟ انا عندي برضه مدكن. مدكن انا برضه. عندك؟ انا دلوقتي نعسانه فهو بيدي شويه باور. ايه اعطيك باور. ابي دقيقه انا. اعطيني دقيقه. الامين خلصت على طول تبقي في قمه الباور. الامين. والله ادي اعطيك اوريو والدنيا. والله الاورو نخلي لك. اعطيني دقيقه. ما ينفعش اليوم. والله كيف يوم نوميناسيون ما ينفعش. عادي قولي لي والله بكره اعطيك دقيقتي. البق الواحد بكره اعطيك دقيقتي. البق بدقيقه. ايه رايك؟ اوكي يلا. البق بدقيقه وكلمه واحده. كلمه وانت شنو تاني؟ انا فاهمه انت بتتكلم عن ايه. انت شنو الحين؟ كثير صح؟ كثير قوي. تبغى انا اصلا الدنيا دوالي باك ستيج ولا مش خد وش هيقولوا فيه. لازم تبقى غنيه عشان تدتهولي. ودلالي وش هيقولوا فيه. ما قلت لك انا خلاص. ايه بعطيك نصه اللي بعطيك كله. شو؟ تدري كم هو برا يبيعونه؟ طيب دقيقتين. خلاص نعطيك الفوت. يلا قول. عاد والله اجيبه لما افطر. ولا ما تبيني افطر اقوم بعد شيء ثاني؟ تعال ترى انك بسروالك ده ما بجد يعني. الواحد نفسه يخرج برا الاكاديمي شوي. صحيح. ايه؟ بس انت ترقصي مغربي؟ لا عادي. عادي؟ الرقصة المغربية اللي هو كده. لا مش راسي مغربي. ده راسي انا. ده راسك انت؟ خليجي. لا مش خليجي كده. والراس المغربي عامل ازاي؟ هنا شغال دي وده. مفيش بقى فوق خالص. فين دول؟ لا ده ما شاء الله. ما شاء الله. لا بقول له اللحن ده هو الريتم اللي احنا بنمشي عليه. انت لو تشوفهم بيلبسوا ايه وبيرقصوا ازاي كده بكتفهم كل جسمهم. لا كتفهم ورجليهم. صعب قوي كده. ده ورجلي. بتعرفي ترقصي كويس؟ لا دي لازم ايقاع. لازم تحسبها 7 3 يعني كده. صعب والله العظيم صعب. ورأسنا عندنا هنا ده بيتحرك وبطن بيتحرك كده يعني صعب. وشعر وكل حاجه كل حاجه. نتشقلب على الارض بقى. بدريه مسموم ايه الليله؟ اوكي شيخات. شيخات والله. بدريه انا تصدق يوم لبسه معين؟ طب يوم لبسه معين صح؟ كده يعني حاجه طويله. سوري حاجه طويله بايديك. بس مش لا انا عارف كده مش هنصحها يعني. كلها عريضه قوي. وحزام هنا. وبيطلعوا شعرهم كده فوق وميك اب وجميلات وبيضين يعني.
حلوين. والرجالة ايه؟ بحبهم قوي، بحبوا ال عشان في أسرة فظيع، رقص حلو وغنى فظيع، بيغنوا صوتهم. وعندنا الجناوة، احنا بنقول عليهم الجناوة، يعني بيعملوا براسهم كده كده، وعندهم دي هما بيكونوا لابسين شابو، في الشابو ده فيه في حاجه كده، فالحاجه دي كده. عندنا كذا رقص، كذا فطور. ماشي الموضوع بقى، ايش تسوي؟ من الحصان اللي ما غيرش البطاريات. اكيد مش انا. سبحان الله، امس نمت ولا سمعت؟ سمعت الكوميديا واصل امس. رامي ريان خليني، انا مره بحياتي مطبل، فبليز ما تحكوا معي. خرس ما برك كتي برا، امشي امشي امشي. سوري يعني هذا الميزان لا 4-4، هذا ميزان 120 كيلو، هذا 120 كيلو على وزن بدري، هذا لا 4-4 ولا 3-4 ولا 6-8 ولا 9-8 ولا 220-100. انا ما عشت بترقص ثعابين، ترقص حياية.